لو حاولنا نفهم فكرة عمل المخ أو العقل البشري بس من وجهة نظر الحاسب. عشان نفهم الفكرة تعال نفهم طبعا الفكرة بشكل عام من بره، يعني ابستراكتد قوي بشكل عام من بره، مش عايز أخش في التفاصيل الداخلية لأن حتى الآن مازال المخ بياخد أكشنز، إحنا حتى الآن بنحاول نفهمها وبنشتغل عليها عشان نشوف هو عمل كده إزاي. لكن على العموم لو بصينا للمخ كبلاك بوكس، خلاص بلاك بوكس صندوق اسود خالص وكل اللي جواه عباره عن مجموعه من الفانكشنز، كل فانكشن او كل وظيفه من دول الوظائف اللي جوه المخ ديت مش محتاجين دلوقتي نقول كل وظيفه بتشتغل ازاي، لكن المهم ان في وظيفه بيأديها المخ. خلاص المخ دوت متوصل بيه مجموعه من النيرفز، النيرفز دي عباره عن كده موصلات او الاعصاب دي طالعه بالملايين وموصلات كلها مرتبطه بالمخ دوت. الموصلات ديت اخرها بيبقى فيه سنسورز متعلقه، في مستشعرات، في حساسات موجوده. خلاص اللعبه كلها بتبدا من عند السنسورز ديت، هي دي اللي بتبدا تستشف او تاخد او تستشعر الشيء من البيئه المحيطه. البيئه المحيطه بالنسبه لها هي عباره عن جسم الانسان، البادي بتاع الانسان وما يحيطه، كل سنسور بيبقى ليه بعد معين في البيئه المحيطه. المهم خلينا نقول ان هي بتاخد من جسم الانسان والبيئه المحيطه بيه. السنسورز دي بتاخد كده، دي الانبوت هنعتبرها انبوت بتاعتنا، الانبوت دي بتمشي على الموصلات النيرفز ديت توصل ليه عند العقل. العقل بتاعنا بالنسبه لنا هو البروسيسور، هو اللي هيقوم بعمليه البروسيسنج كلها، يعالج يشوف الفانكشن بتاعتك وياخد قرار. القرار ده بيرجعه في شكل، بيخرجه في شكل، بيطلعه اوتبوت في شكل ريزلت او نتيجه طالعه. النتيجه دي بتروح للاعصاب تاني، بتروح للنيرفز تاني، النيرفز دي بتبدا تنفذ بقى الطلب اللي عمله المخ او النتيجه اللي عايز يوصل لها المخ، اللي هي ممكن تكون هتحرك عضله، هتعمل حاجه، هتاخد قرار، هتاخد اكشن. على سبيل المثال لو انت معاك شنطه والشنطه دي حبيت تمد في ايدك عشان تجيب حاجه، وانت بتمد ايدك وليكن دبوس شك ايدك، اللي هيحصل هتلاقي نفسك شلت ايدك على طول من الشنطه. ايه اللي حصل؟ انت ما عرفتش ايه اللي حصل، الموضوع تحس ان هو حصل تلقائي جدا، انت ما فكرتش. لكن في الحقيقه ان السنسورز اخدت الايه الانبوت بعتته على النيرفز، وصل للمخ، المخ قال ايه؟ قال بسرعه، ادي اشاره للعضلات الماسلز ديت ان هي تاخد تلم نفسها بسرعه جدا، فبعتت الاشاره ديت على الموصلات النيرفز ديت، وصلت للايه؟ للعضلات، سحبت ايديك على طول من الايه؟ من الشنطه، وكل ده وانت مش واخد بالك او على طول بشكل تلقائي. طيب بعد كده المخ ده ما بياخدش الخطوات دي على فكره الفكره دي بس، لا بياخد في حسبانه حاجه اسمها الاستيت. الاستيت الحاله دي بتبقى حاجه كده، مكان، الوقت، الحاجات كده بيبقى حاططها في حسبانه مع العمليه، وبتفرق جدا جدا في البروسيسنج اللي بيعمله وفي الريزلت اللي هي ايه اللي هيطلعها. يعني على سبيل المثال لو انت سمعت صوت طلق ناري، طلقه جامده، خلاص الطلقه ديت طبعا بتخش السنسور بالنسبه لنا هنا هو السمع، خلاص وبتوصل برده الموصلات وبيخش المخ، والمخ بياخد اساسها اكشن. طب كويس جدا، الطلقه انت سمعتها دي ممكن المكان يبدا ياثر ويخلي المخ يشتغل بشكل مختلف. يعني على سبيل المثال لو انت سمعت الطلقه دي جوه فيلم او تلفزيون او حلقه او حاجه، تفكير المخ والاكشن اللي هياخده المخ مختلف تماما لو انت كنت ماشي في وسط شارع زحمه وسمعت طلقه نار اتضربت. الوضع هنا بيخلي المخ ياخد اكشنز مختلفه كليا. خلاص مش بس الاستيت كمان ان المخ بياخدها في حسبانه، في حاجات كتير من ضمن الحاجات الاساسيه ترتيب المدخلات ذات نفسها اللي بتخش كمان للبريم بتاعنا دوت. ترتيب المدخلات يعني ايه؟ يعني الانبوتس دي ممكن اكون خدت كذا انبوت لنفس الحدث اللي موجود. تعال تخيل مثلا ان انت ماشي في الشارع وسمعت طلق الناري ده، بس تعال نقول لو احنا قبل الطلق الناري ده كنا شفنا مثلا شرطي ماسك مثلا مسدس وبيجري ورا واحد وبعدها سمعت صوت الطلق الناري، او لو انت سمعت الطلقه الناريه دي وبعد كده شفت ان كان في شرطي بيجري ورا واحد بمسدس، الحالتين هيبقى الاكشن بتاعك فيهم مختلف تماما، وانت شفته وبعد كده سمعت غير لما تكون سمعت وبعد كده شفت. خلاص يبقى كده باختصار جدا جدا ازاي المخ البشري بطبيعته دوت بالفكره بتاعت الانبوتس والبروسيسنج والاوتبوتس اللي متمثله في شكل الاصل بتاع الكمبيوتر بيشتغل ازاي. الفكره دي بدات الناس تقول طيب حلو جدا كده ممكن نقول ان العقل ده ديفايس، هل ممكن يفصل العقل عن الجسم؟
يعني ايه تفصل العقل عن الجسم؟ اتعامل مع العقل كانه ديفايس ليه انبوتس، في سنسورز، في نيرفز، في بروسيسنج بتحصل في البرين، في اوتبوت بيخرج من الايه؟ من البرين ويوصل برضه لنفس النيرفز ديت وبتبدا تاخد الاكشن. هل ده ممكن نقدر نفصله؟ طبعا نفصله دي مش معناها هنقطع مخ الانسان عن الجسم، لكن هو كل الفكره ان احنا ممكن نقدر نعمل سيميوليشن، نعمل محاكاه لفكره المخ منفصل تماما، وبعدها نبدا نخليه ياخد اكشنز في زمن فيرتشوال، في زمن البرمجيات سوفت وير، في زمن الريبوتس، في حاجات زي كده. دي الفكره. وطبعا في علوم كتير جدا قامت على الفكره دي، وكان من اشهرهم من زمان جدا، من اشهرهم النيورال نتوركس. النيورال نتورك او الشبكات العصبيه وفكره الاعصاب وازاي المخ بتشتغل، كانت من العلوم القويه جدا اللي اشتغلت على الفكره دي. ان شاء الله هنتكلم على فكره، طبعا الفرق الاساسي ان العقل طبعا رياليتي، حاجه موجوده واقعيه، والنيورال نتوركس والحاجات دي تبقى كلها حاجات فيرتشوال. لكن نتكلم ان شاء الله عن الذكاء الاصطناعي في خارج اطار الرياليتي او الواقع الحقيقي.